انضم إلينا نعمة محفوظ وهو نقيب المعلمين في المدارس الخاصة. أستاذ نعمة مرحبا بك معنا، كنا نتمنى أن نتحدث عن هذا القطاع في ظروف أفضل تخص العملية التعليمية، لكن بداية جراء هذا الظرف الراهن والمستجد ضعنا في جديد القطاع التعليمي حتى اللحظة، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن تعليق الدراسة في عدد واسع من المحافظات والمدارس. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. يعني للأسف كنا بننتظر من الحكومة اللبنانية، لأنه الموضوع له أكثر من سنة، أنه تحط خطة لاستقبال النازحين والمهجرين من مناطق الحرب اللي عم يضربها العدو الصهيوني. سموا بحدود 100 مكان بيناتهم بعض المدارس، ولكن دون تهيئتها بالظروف الملائمة لاستقبال النازحين. حتى العدد اللي سموه ما بيكفي، لأنه كانوا مسميين حدود 100، هلأ أكثر من حوالي 300 مدرسة استقبلت نازحين من مناطق الشلوب والبقاع، وحتى دون يعني لوجستيا مش مأمنة، لا الكهرباء ولا الفرش ولا الأدوات الأساسية لحياة الإنسان. هاي هون يعني الحكومة تتحمل مسؤولية أساسية بهذا الموضوع. اثنين، كنا نأمل وضع خطة واستبعاد المدارس، خاصة القطاع العام، المدارس الرسمية يعني، عن هذا الموضوع، لأنه من المفروض أنه نهتم كمان بالعام الدراسي، لأنه اللي بده يواجه إسرائيل ما بس بيواجهها بالبندقية، بده يواجهها بالبندقية، بده يواجهها بالإنتاج، بالصمود، بالعمل، بالتعليم، بالعلم، بالمعرفة. وبالتالي احنا حريصين جدا على العام الدراسي انه ما يضيع على الطلاب. هلا استوعبنا الصدمه، من المفروض من هلا لخلال اسبوعين مثل ما قال معالي الوزير، واليوم نحن عندنا اجتماع بعد الظهر كنقابي مع معالي ومع اصحاب المدارس لوضع خطه لكيفيه الحفاظ على العام الدراسي، سواء المدارس الخاص او القطاع العام اللي ما استقبلت مهجرين انه تفتح حضوريا، أو المدارس الأخرى في أسلوبين للتعليم، إما تعليم عن بعد إما تعليم مدمج، يعني يدمج بين الأسلوبين. بدنا نحاول بالإمكانيات اللي موجودة بالظروف اللي عم نعيشها، أنه من جهة نستقبل النازحين ونحاول يعني نفرجيهم الحد الأدنى من التضامن الوطني، وأنه هيدا جزء عزيز على أبناء لبنان. من جهة تانية بدنا نحاول نحافظ على العام الدراسي حتى لأولاد الجنوب. وأنا هون بدي نوه ببيان طلع من طلاب الشريط الحدودي اللي بيقول نحن بدنا نتعلم عن بعد إذا فينا، وإذا فينا حضوريا بدنا نتعلم، وهذه كانت رسالة لمعالي الوزير. نعم، بدنا نحاول نشتغل بهذه الطريقة. نعم سيد نعمة، كما يقال وقع الفأس على الرأس، الآن المدارس تستقبل هؤلاء النازحين. ما هي الخطة المثلى في تقديرك قياسا بفكرة التعليم عن بعد، ودونها طبعا الكثير من الصعوبات وأنت تعلم في ظل الظرف الراهن، ما هي الخطة التي سوف تقدمونها للوزارة قياسا بالاجتماع الذي ذكرتها عن أساس اليوم؟ يعني نحن رايحين على الاجتماع وبذهننا، أنا قلت مسلمة أساسية، أنه بدنا نحافظ على العام الدراسي للطلاب، لأنه منه مقبول الأولاد يضلوا بالبيت أو بالشارع أو بأماكن الإيواء النازحين. بدنا نحاول هدول الطلاب نقدم لهم بعض المعلومات، عام دراسي شوي مقبول. الخطة بتقول أنه المدارس اللي ما استقبلت مهجرين، المدارس اللي قادرة تفتح بأمكنة ما فيها ضرب من قبل العدو الإسرائيلي تفتح حضوريا، والمدارس اللي فيها مركز إيواء للمهجرين، وزارة التربية بلش تجمع معلومات عن الطلاب وعن الأساتذة وأماكن حضورهم لحتى إذا في إمكانية يعلمون عن بعد. أنا بعرف أنه التعليم عن بعد أساساً منه منتج 100%، ولكن بيضل أفضل من لا شيء. وبعرف الصعوبات اللي عم تعترض التعليم عن بعد، سواء الكهرباء والمازوت والإنترنت، كل هيدي مطلوب من وزارة التربية يأمنوا الكهرباء لمراكز الإيواء، لمراكز الموجودين فيها الطلاب اللي تهجروا، لحتى بالحد الأدنى هالطلاب يضلوا على تواصل مع المعلومات اللي تعلموها، لحتى عندما يصبح الظرف
ونتمنى أن يصلح الظرف بأسرع وقت ممكن يكملوا التعليم حضوريا. هذا ما نتمناه سيد نعمة، لكن كما نعلم النازحين أغلبهم تدمرت بيوتهم أو على الأقل تضررت بشكل كبير، وبالتالي قد يطول النزوح على الأقل. هل أنت ربما مع فكرة بعض المدارس المتنقلة أو على الأقل الإسعافية في أماكن النزوح ذاتها؟ أنا قلت وزارة التربية بلشت تجمع داتا عن الطلاب وأماكن تواجدهم وعن المعلمين اللي تهجروا وأماكن تواجدهم. المفروض التلاميذ بأماكن الإيواء بالمدارس اللي فيها نازحين هن بهاي المدارس بالمفروض يتأملون الأدوات اللوجستية، لابتوب، كمبيوتر، تليفون، ليقدروا يتواصلوا مع إدارة المدرسة اللي كانوا فيها ويقدروا يبعثوا لهم المعلومات عبر هذه الأجهزة. هلا والمدارس اللي ما فيها مراكز إيواء وفي إمكانية للتعليم الحضوري بدنا نعمل تعليم حضوري، وإذا فينا ندمج بين أسلوبين واللي أنت عم تقوله حضرتك ممكن كمان ينطرح، بس هيدا إذا صار في وقف إطلاق نار وصار في هدوء وما قادرين بعض الطلاب يرجعوا لقراهم، لأنه في بعض القرى بالجنوب اللبناني مسحت يعني صارت صحراء، ساعتها ممكن ينطرح موضوع بناء بعض المدارس بشكل مستعجل جدا وتتأمن بعض الحاجيات العلمية واللوجستية للطلاب. جزيل الشكر لك السيد نعمة محفوظ، وأنت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان، على كل هذه التفاصيل. شكرا لك ولكل المشاهدين.